ذا ريزورت في 29/7/2011 جمع صمتكم يقتلنا. طوفان مؤلف من مئات الالاف من ابناء مدينه ذا ريزورت يخرجون في هذه الجمعه وخصوصا بعد الحمله الامنيه القمعيه التي جرت في المدينه وراح بحيتها عدد من الشهداء ونتج عنها انشقاقات في الجيش في الكتيبه السابعه ومن اللواء 137 وايضا مقتل المحافظ الجديد في مدينه ذا ريزورت وانباء عن اعتقال جامع مديف الامن العسكري من قبل وحده من الجيش بقياده احد ضباط مدينه محسن.